هو في شخص في حياتي مدمر لي حياتي نفسيا، على طول بيكذب وعلى طول خاين وبيكذب. ما هو على فكره انا هقول لك حاجه هايدي بقى، الخيانه سبب للكذب. اصل هو لو هو مش بيخونك، يعني مثلا هو يقول لك مثلا انا رايح الشغل، طب يا حبيبي انت رايح الشغل، ممكن يكون هو لو هو بقى بيعرف واحده تانية ولا في حاجه خيانه، هو مش بيبقى رايح الشغل، فبيكذب ويقول ان هو رايح الشغل وهو مش رايح الشغل، صح؟ بعدين انا بدخل على الاوتيل اللي هو بيبقى فيه او القريه اللي بيكون فيها عموما، يعني بلاقي مثلا عامل هاشتاج للقريه وواحده ثانيه كمان عامله نفس الهاشتاج موجوده عنده في الفريند. يا نهار اسود، هو بيكذب وبيقول لا انا كويس، انا ما فيش حاجه، انا عادي، انا مسافر شغل، لا انا عادي مسافر لوحدي اصلا، انا مش اهلي معايا. شايفه الصدف، شايفه الصدف اللي بتجيلي من غير. الموضوع صعب يعني، وبيكذب جدا، هو حد وكور قوي في نفسه كده، انا مش فاهمه يعني ده ادى عليه بايه، يعني تقع عليه اماره ولا يحصل فيه، انا مش فاهمه. بات الشرف ربنا يهديه، ادعي له بالهدايه. دكتور هيقول لك هنعمل ايه يا هايدي، والله حاسه بيكي، وستات كتيره جدا حاسه بيكي، لان لما الواحده بتعيش مع راجل كذاب بيبقى موضوع صعب جدا وبتبقى مش عارفه تتصرف ازاي. بس معلش انت ما بصي، والله العظيم انا عايزه اقول لك ريحي دماغك، ما تتتبعيش الحاجات دي لانك هتتعبي، هتبقى نهايتها ايه؟ خليه بس ليكي ولحياتك، وانه بيخاف على زعلك، فده في حد ذاته يعني احتسبها له. دكتور زي ما هي قالت يعني هتعمل ايه؟ كل الاسئله كلها يعني دلوقتي احنا راجل كذاب، هتعمل فيه، تدعي عليه ربنا يوقف نموه ولا تعمل ايه؟ هستأذن حضرتك، وانت وعدتي ان الحلقه دي هنبقى نعمل حلقه للايه، للحقوق بتاع الزوجات، ولكن هستأذن حضرتك في ثانيه واحده، في اقل من 30 ثانيه. اتفضل فندم. اتفضل. نحن للاسف كمسلمين ال 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 الاسلام استاذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كيس فطن. نعم. الشيخ الغزالي يقول ايه؟ المؤمن الغبي يأسم. الغبي يأسم؟ يأسم. يأسم ليه يا إمام؟ قالوا ما هو النبي قال كده، مش قال المؤمن كيس فطن؟ قالوا ما يبقى غبي. بقول ده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا جاءكم من الأول، خلينا نجيب من أول السطر. تمام. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإلا تكن فتنة كبيرة وفساد في الأرض. فإحنا ما شفناش الدين خالص، ما بصناهوش من الأول يا أستاذة. إحنا بدأنا نشوف الشقة، وبدأنا نشوف العربية، وبدأنا نشوف معاه شهادات إيه ومين وسيبنا الدين خالص. لما الفاس بقت وقعت في الرزة ما بيقولوا، بدأنا ندور على الدين. لا، ده الدين الأول يا أستاذة. فإذا جاء الدين جاء بكل خير معه، وإذا ذهب الدين ذهب بكل خير وجاء بكل شر. قالوا له يا رسول الله ليه بتقول إذا جاءكم، أنت في المرأة قلت تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها فاظفر بذات الدين، جبت معها حاجات كتيرة قوي، اشمعنى في الراجل قلت إذا جاءكم من ترضون دينه وإف؟ قدمت الدين الأول. أيوة. مش الأول، ده الأول والآخر. ما جبتش حاجة معاه المطلق. قال لأنه إذا جاءها صاحب الدين إن أحبها أكرمها. شوف لو أحبها، طب وإن كرهها لا يظلمها، زي الله يبارك فيك، لا يظلمها مخافة الله فيها. نعم. فإحنا من الأول سيبنا الدين. طيب خلاص إحنا غلطنا وعايزين نصلح. أول حاجة في أكتر من طريقة للعلاج. في علاج يأتي بالتلميح، الحر تكفيه الإشارة والعبد يساق بالعصا، الحكمة تقول كده. ففي واحد تقول له إيه؟ لا ده أنا سألت في الموضوع الفلاني، يمكن أنت نسيت. ما تقوليش بقى ان انت كذاب، لان ممكن ده يشعل النار في البيت. تقول يمكن انت نسيت، يمكن ما خدتش بالك، ده طب بس راجعها كده، بتهيألي كانت كذا في الاول. فممكن مره في مره لو هو من يعني من الناس اللي اصحاب الكرامه واصحاب المروءه يرجع احساس بالظبط هيرجع. طيب المساله دي ما خدتش او ما بتاخدش معاه، تقول له لا ده المساله كانت كذا. تيجي طب المساله دي ما خدتش، لا نقعد مع بعض، تعالى نتفق. والله يا استاذه انا اعرف ناس وأعرف معرفة شخصية، لما راحوا تقدموا للخطبة مع الناس اللي هيرتبطوا بيهم، قال لها كده، قال لها إذا اختلفنا ولازم هنختلف، أنت ليك رأي وأنا ليا رأي، فقد يعني نتفق وقد نختلف، فإذا اختلفنا فتعالي نحكم بيننا كتاب الله وسنة رسوله.